كتب قيمة تحكي عن التاريخ والثقافة والفنون، ذلك ما هو معروض في هذه الرفوف بجناح قطر، ضيف شرف صالون الجزائر الدولي للكتاب. لكن ليس هذا فقط، فالتراث العربي الإسلامي حاضر ويستقطب زوار المعرض. هذه الفرقة المسرحية التي تتشكل من فنانين قطريين تجسد أدواراً لعلماء مسلمين تركوا بصمتهم وساهموا في تنوير العالم بمعارفهم المتنوعة. الهدف للفعالية اللي احنا نقدمها هو ترسيخ العلوم لدى المسلمين، وأن ما وصلوا إليه الغرب من العلوم سواء على مستوى الطب والكيمياء والفيزياء وجميع العلوم أساسها هي للدولة الإسلامية والعلماء منذ القدم. المسرح شارك بفعاليات من علماء المسلمين، بنقدم من العرب والمسلمين اللي نذكر العالم بالجانب التنويري اللي كان نعيشه كعرب وكمسلمين. الجزائر بلد يحبون اللغة ويحبون العرب ويحبون طبيعة اللغة العربية فتفاعلوا معنا. التراث القطري والحرف اليدوية التقليدية هي الأخرى أثارت فضول الزوار، ولعل أهمها صناعة السفن الخشبية التي كان يستعملها القطريون في صيد الأسماك. أنا جايبينك حرف يعرض نموذج من الحرف القطرية لحد الآن موجودة ممارسة، لكانت الآباء والأجداد يستعملون في التنقل وفي السفر وجاب حاجات، وفي أشياء يستخدمونها للقوس حق اللؤلؤ وصيد السمك، لا زالت موجودة هذه الحرفة. نعم. تسنيم شابة جزائرية جاءت خصيصاً لاكتشاف الموروث والتنوع الثقافي القطري على غرار زوار آخرين. جيت للمعرض اليوم باش نشوف الثقافة القطرية وش جابوا معاهم، شفت الكتابات اللي جابوهم معاهم وشفت الثاني العروضات اللي تاعهم. كان في ثراء كثير يعني من ناحية العناوين، أنها متنوعة كثير في أغلبية المجالات سواء كانت الفنية أو الدينية أو حتى التاريخية. اختيار الجزائر لقطر كضيف شرف لصالون الكتاب وصفه متابعون بالصائب لما يسخر به هذا البلد الشقيق من تنوع ثقافي وأدبي، ولجهوده في المحافظة على الهوية العربية الإسلامية.